وخليني اقول لكم كمان انه مدير طبعا مطار اسوان اللواء طيار باسم بيومي انتهز فرصه وجود الطياره الخاصه بارض المطار في اسوان وجاب تورته وطلع طبعا احتفل مع اللاعبين الحقيقه بتاهلهم او يعني وصول دور قبل النهائي بطوله افريقيا لملاقات الترجي. وزي ما بقول لكم دايما النادي الاهلي مصدر السعاده للكثير من الكثير من الشعب المصري، وكانت لحظه حلوه وقطع التورته مع حتى مع كابتن محمود الخطيب واللاعبين. فده طبعا بنشكر طبعا اللواء طيار باسم بيومي على اللفته الجميله، وقد ايه ده بيدي اللعيبه احساس بالفخر ان البلد كلها حاسه طبعا بالناس كلها حاسه بالانجاز اللي عمله. خلينا نشوف الفيديو ده او التقرير ده اللي عملناه مع الطياره وارجع لحضراتكم تاني. انا طبعا جاي بالنيابه عن الادوار المتقدمه والفريق الجامد اللي كنا بنلعبه ده بيفرح كل مصري بصرف النظر عن انتمائه، بصرف النظر عن ان هو بيشجع كوره ولا لا، لان دي بطوله قاريه ومتابعه على مستوى الثلاث قارات يعني. فمعنى ان احنا اسمنا يتردد فده فخر لكل مصري. طبعا الوصول للقمه سهل، الحفاظ عليها اصعب اكيد. وادعيلهم بقى اللي جاي عشان بنتمنى ليكم التوفيق والفرحه الكبيره بقى للشعب المصري الاكبر ان احنا يعني مستر ميسوميلي حاجه بنقول لكم فيها الف مبروك وبالتوفيق اللي جاي. شكرا يا فندم. ربنا يكرمك. اكيد اللحظات دي بتبقى جميله عند اللاعبين وما بتتنساش ابدا، يعني لما تحس قد ايه الناس فرحانه بانجازك وحتى الكلمه يعني اللي القاها طبعا اللواء طيار باسم بيومي ليه اللاعبين انه قال الوصول القمه سهل ولكن الحفاظ عليها صعب، تحس كده ان يعني الاهلاويه كلهم بيتكلموا لغه واحده. وطبعا الاجهاد باينه عن على الفرقه طبعا، اكيد سفريه مرهقه ولكن ده قدر النادي الاهلي من بطوله لبطوله. يا رب يا رب ان شاء الله يوم الجمعه القادم نرجع بكاس البطوله، بطوله السوبر الافريقي بعد غياب 7 سنوات، واحنا كلنا ثقه في الجهاز الفني واللاعبين ومجلس اداره بالكامل، كل شيء احنا ثقه فيه ان احنا ان شاء الله نفرح ببطوله جديده يوم الجمعه القادم.